بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي لكم تحياتي، أهلا وسهلا بكم. هنبدأ النهاردة نتكلم على Lesson 2 Oxidation States of the First Transition Series. قبل ما نبدأ نتكلم على First Transition Series والOxidation States ونعرف الأول يعني Oxidation، تعال نفتكر مع بعض هو أصلا يعني إيه نعمل الكونفيجريشن لفيرست ترانزيشن سيريز. طبعا عارفين الفيرست سيريز دي بتبقى موجودة بعد element اللي هو الكالسيوم Ca20، والكونفيجريشن بتاعي بيكون Ar18 و4S2. طب بالنسبه للسكانديوم هيكون 4S2 3D1. طب لما اعمل الكونفيجريشن ده كده ال4S وهنا ال3D، طبعا ده according to هاند رول. طيب لما اجي اعمل الكونفيجريشن بعمل ايه؟ بروح جاي حاطط الكترون في بحط ال2 الكترون في ال4S وبكمل في دي بعد كده ان سيكونس. طيب التيتانيوم هيكون 4S2 3D2، هنا الفورس 2 فيها الاثنين، وابدا اعمل بقى ايه 1 باي 1 في الدي اكوردنج تو هاند رول. طب الفانديوم 4s2 3d3، هحط هنا 2 وهنا احط 3 الكترونز. تعال على الكروميوم، احنا اتفقنا بقى ما عندناش دي 4 دي لو كان فيها 4 بيعمل ايه؟ بروح جاي باخد من الاس 1 ماشي، هنا الاس 2 باخد 1 منها وانقله هنا، وبالتالي بتكون كده ال دي هيكون فيها كام؟ هيكون فيها 5 ولسه هيكون فيها 1. دي كده بنقول لان الالم بيكون مور ستيبل لو كان دي بتاعته هاف فيلد، وبالتالي بقول ايه؟ بقول هيكون 4s1 و3d5. وبالتالي هنا ده الكروميوم في انومالس او في اب نورمال كونفيجريشن. المنجنيز بقى نبدا نوزع عادي جدا 4s2 3d5. طيب لحد ما وصلنا كده ال 5 اوربيتال بتاعت الدي كل واحد خد سنجل الكترون. بعد كده ابدا اعمل بيرنج، يعني من بعد المنجنيز ببدا اعمل بيرنج للالكترونز بحيث ابدا من الاول تاني. هنا 4s2 3d6، طيب هنا الكوبالت 27 4s2 3d7، حطينا 2 الكترونز و7 بوزع ال5، وبعد كده ابدا ارجع اعمل بيرنج تاني بدايه في احط هنا الكترون وهنا الكترون، وبالتالي بقى عندي 2 بير وعندي 3 امبير. طيب ابدا بقى اوزع واكمل، هتلاقي لحد ما توصل للكبر. الكبر هيكون 4s2 3d9، نفس الكلام قلنا برضو مفيش 9، باخد من الاس 1 بحيث ان هي هتكون 4s1 و3d10. ليه يا مستر عملت كده؟ لان الاليمنت هيكون مور ستيبل لما يكون الدي بتاعته كومبليتلي فيلد. الكروميوم هيكون الاليمنت مور ستيبل لما يكون الدي هاف فيلد وفيها 5، اما الكبر هيكون الدي فيها 10. وهنا خلي بالك في اس 1 واحده اهي، ده معناه ان الكبر ده اول element بيكون في ال D او 3D filled before ال A ال 4S. الزنك ده اخر واحد 4S2 3D10، هتلاقي ان كل الالكترونز هنا بيكون في حالة pairing او في حالة ازدواج. طيب لما اجي اكمل بقى بيقول لي ان ال first transition series دي ال element ساعتها بتكون located after الكالسيوم ومن ال fourth period. وتعالى بقى نشوف اللي بعديها، تعالى نعمل الاكسديشن. قبل ما اتكلم على الاكسديشن انا عايز افكر حضرتك بحاجه مهمه جدا، هو ايه اصلا معنى كلمه اكسديشن؟ اولا الاكسديشن معناها لوزنج الكترونز. طب يا مستر يعني ايه؟ انا لو جيت ابص كده على ميتال، لو انا عندي ميتال وليكن ام، والميتال ام ده هعمل له عمليه اكسديشن. قلنا الاكسديشن ان الميتال ام ده هيلوز الكترون، هيكون ام بوزيتيف 1 بلس الكترون. كده عملنا عملية اوكسيديشن، بدي بسميها اوكسيديشن بروسس. خلي بالك بقى اللي يحصل له اوكسيديشن بيكون ريديوسينج ايجنت. يبقى هنا ايه اللي حصل؟ بقول ايجنت او فاكتور، بقول الام حصل له اوكسيديشن يعني اوكسيدايزد، وهو في نفس الوقت ريديوسينج ايه؟ ريديوسينج ايجنت. طيب ده كده معنى كلمة اوكسيديشن. خلي بالك بقى الالمنت لو يتحول من حالة less stable لحالة مور ستيبل، من لس ستيبل هيروح لحالة مور ستيبل، هيكون الموضوع ده سهل. يعني على سبيل المثال لو عندي دي مثلا كانت دي 6، هيعمل لوزنج للالكترون، لوزنج الالكترون هيعمل ايه؟ اوكسيديشن، وتحول لدي 5. هنا تحول من حالة لس ستيبل لحالة مور ستيبل، وبالتالي ده هيكون ايزي عشان لما يجي لنا حاجة زي كده ان شاء الله نعرف نتكلم فيها. طيب نبدأ بقى كده نشوف مثلا element زي التيتانيوم. التيتانيوم لو هشتغل عليه مثلا، بسم الله الرحمن الرحيم، التيتانيوم Ti
22. اعمل يا عم configuration for S2 3D2. اول ما الترانزيشن element يلوز بيعمل لوزنج من الاوتر ليفل. طب مين الاوتر ليفل؟ ال4S. وبالتالي اول حاجه بيضحي بيها ال2 الكترون بتاعت ال4S، وبيدينا اوكسيديشن ستيت كام؟ بوزيتيف 2. بعد كده يعمل لوزنج لالكترون من هنا، يبقى كده عمل لوزنج لكام؟ 2 من الاس و1 من الدي، وبالتالي كده عمل لوزنج ل3 الكترونز، وبالتالي بيكون الاكسجين ستيت بوزيتيف 3. بس خلي بالك الدي بيكون كده فيها كام؟ فيها 1 الكترون. اوعى تتلخبط ما بين عدد الالكترونز اللي موجوده في الدي وما بين الحاله او الاكسجين ستيت. الاكسجين ستيت بتعبر عن اللوست الكترونز، لكن الدي اللي باقي فيها بقى. طيب لما يعمل لوزنج للالكترون الثاني اللي في الدي، كده خسر كام؟ 2 من الاس و2 من الدي، كده عمل لوزنج ل4، وهنا الاكسجين ستيت بوزيتيف 4. طب في الحاله دي الدي فيها كام؟ فيها 0. وهنا اقف بقى يا حبي، هنا بقى الاكسجين ستيت بوزيتيف 4 هي المور ستيبل للالمنت ده. اشمعنى؟ قال لي لان هنا بيكون الدي 0، يعني دي امتي، يعني كده مور ستيبل. كده انا اتكلمت على 3 حالات فيهم ستابيليتي، لو كان الدي 0 او لو كان الدي 5 او لو كان الدي 10. يبقى لو الدي امتي او الدي هاف فيلد او الدي كومبليتلي فيلد، ده بيخلي الترانزيشن اليمنت مور ستيبل. طيب يبقى كده يا مستر كل الاليمنتس او الترانزيشن اليمنت بتدي اوكسيديشن ستيت بوزيتيف 2. اي نعم، ما عدا مين؟ ما عدا الاسكانديوم. اشمعنى؟ الاسكانديوم 4s2 ومعاها 3d1. الاسكانديوم لما يعمل لوزنج للتو الكترونز اللي موجودين في الاس، موجود بيفاجئ ان في الكترون وحيد فريد شريد ساكن في ال5 اوض بتوع الدي، يقعد يعيط ويخبط ويكسر ويرفس ويضرب في الارض. ايه اللي يحصل؟ فيقول له تعالى اخرج معايا انت كمان، وبالتالي بيعمل لوزنج للثري الكترونز مره واحده، وده بيديني اوكسيديشن ستيت كام؟ بوزيتيف 3. يبقى الاسكانديوم هو الاليمنت اللي ما بيديش بوزيتيف 2، بيدي بوزيتيف 3 على طول. ليه؟ لان في الحاله دي الدي بتاعته هتكون فاضيه، دي 0، وبالتالي برضه بيكون ايه؟ مور ستيبل. ولما اجي ابص بقى على الاكسجين ستيتس كده، هتلاقي عندك هنا الكالسيوم، سوري الاسكانديوم اس سي 4 اس 2 3 دي 1 هيلوز الاثنين بتوع الاس وال1 بتاع الدي، وبالتالي هيكون عنده اكسجين ستيت كام؟ بوزيتيف 3. يبقى هنا اي كومباوند موجود فيه الاسكانديوم، معناها الكالسيوم موجود فيه الاسكانديوم، هتلاقي ايه؟ دايما بوزيتيف 3. يعني مثلا ده اسكانديوم اوكسايد، اسكانديوم كلورايد، قال لك مثلا اسكانديوم بروميد اس سي مثلا بي ار 3. ليه دايما الاسكانديوم بكام؟ بوزيتيف 2. طب لو قلت لك مثلا الكومباوند ده موجود ولا مش موجود، اللي هو مين؟ الاس سي مثلا اي 2، ده موجود؟ لا مش موجود. ليه؟ عشان هنا الاكسجين ستيت ب 2 مش موجوده، لان الاسكانديوم بوزيتيف 3 على طول. التيتانيوم بيعمل لوزنج الاثنين بتوع ال 4s، وبالتالي بيدي بوزيتيف 2، ويعمل كده يعمل لوز من هنا لواحد، يبقى كده بوزيتيف 3، يعمل لوز للتاني بوزيتيف 4. طيب الفانديوم عندنا 3 الكترون، يعمل لوزنج للاثنين دول فيدينا اوكسيديشن ستيت بوزيتيف 2، يخسر واحد من هنا وبالتالي خسر 3 يبقى بوزيتيف 3، يخسر واحد كمان يبقى بوزيتيف 4، يخسر الثالث بوزيتيف 5. خلي بالك بقى في بوزيتيف 5 هتلاقي ايه؟ هتلاقي ان الاليمنت او هتلاقي ان الدي هنا 0، ده كده بوزيتيف 5 الليمت بيكون كام؟ 0. ده معناه ان الهايست اوكسيديشن ستيت بتحصل امتى؟ بتحصل لما الالكترون يعمل لوزنج لكل الالكترون بتاعت ال 4 اس وبتاعت مين؟ ال 3 دي. الكروميوم طبعا بيلوز 1 من الاس و1 من الدي عشان يلوز يديني اوكسيديشن ستيت بوزيتيف 2. وهنا خلي بالك الثلاثه اليمنتس اللي فوق دول ادانا الاوكسيديشن ستيت بوزيتيف 2، او التيتانيوم والفانديوم بمعنى اصح ادانا الاوكسيديشن ستيت بوزيتيف 2، والاثنين خارجين من الاس. اما الكروميوم لما يدينا بوزيتيف 2 ده معناه ان عمل لوز لواحد من الاس وواحد من الدي. تاني مصدر الاثنين دي ومصدر الاثنين دي هما التو الكترونز بتاعت الاس ال4s، لكن التو دي جايه منين؟ 1 من الاس و1 من الدي. طيب بيدينا اوكسيديشن ستيتس 2 3 و6. المنجنيز بقى عندنا 2 و3 و4 و6 و7. ايه اللي بيحصل؟ طبعا بيعمل لوزنج من ال4s وبعد كده من ال3d ان سيكونس. طب سؤال، هو ليه يا مستر بيعمل لوزنج للالكترونز من ال4s وال3d؟ اولا ال4s وال3d بيكونوا كلوز لبعض في الانرجي، قريبين جدا من بعض، فبالتالي بيخسر من ال4s لان هو الاوتر ليفل، then from 3d ان سيكونس يعني بالتتابع. لو لاحظت هتلاقي ان الهايست اوكسيديشن ستيت هنا هتكون 7، ليه؟ مجموع الاس ومجموع الدي. طيب هنا يبقى قلت لك تاني الهايست اوكسيديشن ستيت بتحصل امتى؟ لما الاليمنت يعمل لوزنج لكل الالكترونز اللي موجوده في ال4s والموجوده في ال3d. طيب تعالى بقى نتكلم على الايرن. الايرن اف اي 26
طيب ده 2 وهنا 6، ده معناه ان مدينا بوزيتيف 8. بص كده مدينا 2 ومدينا 3. على فكره لو اوكسيديشن ستيت بوزيتيف 6 بس مش كومن. طيب ايه اللي حصل بقى هنا؟ لو اللي حصل، لو لاحظت ان الجروب 7 بي دي اخر جروب بتدينا اوكسيديشن ستيت تقابل خروج كل الالكترون بتاعت ال 4 اس وال 3 دي، من بعدها لا بيحصل ديكريس في الاوكسيديشن ستيتس. ليه؟ لان كل ما اتحرك من الليفت للرايت الاوكسيديشن ستيتس هتقل، او الاوكسيديشن اصلا بيكون ديفيكولت. ليه؟ لان السايز بيبدا يقل والاتراكشن فورس بتاعت النيوكليس بتبدا تزيد، فبيكون صعب جدا ان هي تلوز الالكترونز. طيب يبقى هنا الايرن عنده 2 اوكسيديشن ستيتس بس، 2 و3. الكوبالت عنده اوكسيديشن ستيتس 2 و3 و4، وبعد كده بعد الكوبالت عندي النيكل عنده 2 و3 و4، الكابر عنده 1 و2، والزنك عنده 2. طب ايه الملاحظ؟ الملاحظ ان الاكسليشن ستيت الارقام اللي عندي ما بتعديش رقم الجروب، ما بتعديش رقم الجروب. المنجنيز اهو اكبر اكسليشن ستيت وصل ليها 7، وده موجود في جروب كام؟ موجود في جروب 7 بي. طيب تعالى الايرن، هنا الايرن في جروب 8 صح؟ بس دي 2 و3 و6، وقلت لك ما بيديش اكسليشن ستيت 8، ده معناه ان هو مش بيعمل لوز لكل الالكترونز بتاعت 4s و3d اكسبت مين؟ جروب 1 بي. بص الكبر 4s1 3d10 ممكن يلوز الواحد ده، وده يدينا اوكسيديشن ستيت 1. ممكن يلوز كمان واحد من هنا يدينا اوكسيديشن ستيت كام؟ 2. يبقى هنا عندي الكبر الكيوبريك والكيوبرس، الكيوبريك اللي هو الكبر 2 والكيوبرس اللي هو الكبر 1. سي يو او ده الكبر هنا ب 2، وهنا السي يو 2 او ده الكبر هنا ب 1، وده الكيوبريك وده الكيوبرس، زي الفرك والفرس. هنا الايرن 2 اسمه فرس، والايرن 3 اسمه فرك. طيب هنا قلنا كل الـ 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 اي element ما بيديش oxidation state more than the number of the group except group 1 b. ليه؟ مش ده 1 b عنده oxidation state 2 اهو، يبقى ده بيدينا oxidation state اكبر من رقم الجروب بتاعته. طيب هل ده ينطبق على الكبر بس؟ لا طبعا ينطبق على الكبر واخواته. مين اخواته؟ السيلفر اي جي والجولد اي يو. الزنك، بص بقى زنك عنده اوكسيشن ستيت واحده بس بوزيتيف 2، اللي هي تيجي من خروج الالكترون بتاعت الفور اس. اما الثري ده بيكون كومبليتلي فيلد، وهنا ال 10 الكترونز بتوعه. واحد يقول يا مستر طب ما انت كسرت من هنا، هقول لك ان الالكترون هنا اصلا مرحل. مرحل ليه؟ هو في الاصل كان بتاع الفور اس، وانا حطيته هنا في ال 3 دي عشان الاستابيلتي مش اكتر. لكن هنا التان هم ال 10 الكترون بتوع الدي اساسا، فمن الصعب اعمل لوز. وبالتالي عنده اوكسيشن ستيت بوزيتيف كام؟ بوزيتيف 2. وهنا لنا وقفه. ايه الوقفه اللي انت عايزها يا مستر؟ الوقفه اللي انا عايزها ان انا عايز اعمل كومبير ما بين السكانديوم وما بين الكبر وما بين الزنك. طيب ازاي يا حبي؟ بص معايا، هنا عندي السكانديوم اس سي وعندي الزنك زي ان. السكانديوم من حيث عدد الاكسديشن ستيتس، النمبر اوف اوكسيديشن ستيتس، هتلاقي الاسكانديوم عنده اوكسيشن ستيت واحده والزنك عنده اوكسيشن ستيت واحده، يبقى ده كده سيميلاريتي. طب الديفرنس بقى بيختلفوا في ايه؟ في الفاليو بتاعت الاوكسيشن ستيت. الفاليو الاسكانديوم بوزيتيف 3، اما الزنك بوزيتيف كام؟ بوزيتيف 2. تمام، وبالتالي ده كده ديفرنس بينهم. وهنا الاسكانديوم والزنك متشابهين في النمبر اوف اوكسيشن ستيتس، ده عنده ستيت وده عنده ستيت، لكن مختلفين في الفاليو، ده 3 وده 2. طب لو انا دخلت الكبر بقى هنا، بص يا حبي هتلاقي الكبر هنا ايه اللي بيحصل؟ الكبر عنده اوكسيشن ستيت 1 و2. طيب بص الاسكانديوم وبص ليه الكبر مختلفين في ايه؟ في النمبر اوف اوكسيشن ستيتس، ده عنده 2 اوكسيشن ستيتس 1 و2. لكن هنا لو لاحظت الفاليو، هنا الاوكسيشن ستيت بتاعت الاسكانديوم 3، والمجموع بتاع الستيتس كلها 1 و2 يبقوا كام؟ يبقوا 3. تاني الاسكانديوم والكبر، الاسكانديوم عنده اوكسيديشن ستيت واحده والكبر عنده 2 اوكسيديشن ستيت، وده اختلاف. لكن متشابهين في ايه؟ الفاليو بتاعت الاوكسيديشن ستيتس. ليه؟ هنا هتلاقي الفاليو هنا بوزيتيف 3، والاوكسيديشن ستيتس بتاعت الكبر لما تحط ال 1 على 2 يطلع هما كمان 3. طيب يعني شويه بقى ملحوظات كده، لو انا حبيت اعمل اوكسيديشن للايرن 2 او من ايرن 2 لايرن 3، هل الموضوع بيكون سهل ولا بيكون صعب؟ تعال نعمل الكترونيك كونفيجريشن ونشوف. طيب لما اجي ابص كده يا ولاد على الاوكسيشن ستيت، قلنا اول حاجه قبل ما اطلع الاوكسيشن ستيت لازم حتما ولابد ان انا اعمل الالكترونيك كونفيجوريشن. طيب انا دلوقتي يا مستر عايز اعمل كومبير ما بين الاوكسيشن ستيت بتاعه المنجنيز وبتاعه الاير. ازاي؟ اول حاجه هبدا بالاير.
الايرن اف اي، اف اي 26. الكونفيجريشن بتاعه العادي جدا هيكون اي ار 18 و 4 اس 2 3 دي 6. حلو. طب لو انا عايز اجيب ايرن 2، الايرن 2 معناها ان هو هيعمل لوزنج لتو الكترونز، هيخسرهم منين؟ من هنا. وبالتالي اصبح اف اي بوست اوف 2 اي ار 18 اي ار 18 وهنا 3 دي 6. طب لو حبيت احوله من ايرن 2 لايرن 3 ايه اللي يحصل؟ هيلوز كمان الكترون. يخرجوا منين؟ يخرجوا من الدي من هنا، وبالتالي اصبح الكونفيجريشن بتاعه اي ار 18 3 دي 5. سؤالي بقى، التحول ده من ايرن 2 لايرن بوزيتيف 3 سهل ولا صعب؟ هيكون ايزي طبعا. ليه ايزي؟ ليه؟ لان اتحول من حاله ليس ستيبل هي 3 دي 6 لحاله مور ستيبل هي 3 دي 5، وبالتالي الكلام ده بيكون سهل. وبالتالي اي كومباوند عندي بيكون الايرن فيه 2 لو اتساب في الاير شويه ده معناه ان هنا بيتحول بسهوله لايرن 3. ليه؟ لان الايرن 3 مور ستيبل. طب لو جيت اطبق الكلام ده على المنجنيز، المنجنيز ام ان، المنجنيز ام ان 25 اي ار 18 وعندي هنا 4 اس 2 و 3 دي 5. طيب لو حبيت اجيب بقى منجنيز ام ان بوزيتيف 2، المنجنيز بوزيتيف 2 خسران 2 الكترونز، خسرهم من هنا وهنا ال 3 دي بقى 5. طيب تمام. لو حبيت اعمل له اوكسيديشن يعني يكون منجنيز بوزيتيف 3 يخسر كمان الكترون من هنا هيبقى 3 دي 4. السؤال بقى، الكلام ده هيكون سهل ولا صعب؟ هيكون صعب، صعب جدا طبعا. ليه؟ لان انا جايبه من حاله مور ستيبل لحاله ايه؟ ليس ستيبل. يبقى هنا صعب اعمل اوكسيديشن للمنجنيز 2 المنجنيز 3، لكن سهل اعمل اوكسيديشن لايرن 2 لايرن 3. ليه؟ لان الايرن 2 ان اند سوان 3 دي 6 والايرن 3 اند سوان 3 دي 5، سو ات تشينجز فروم ليس ستيبل كيس تو مور ستيبل كيس، او هقول ان كيس اوف ايرن 3 ذا 3 دي از هاف فيل. طيب ليه في المنجنيز بيكون صعب اتحول من 2 ل 3؟ هقول له because the 3 دي از هاف فيل ان كيس اوف منجنيز بوزيتيف 2. طيب لو حبيت اعمل ريدكشن، ريدكشن انا ارجع الالكترون تاني. لو حبيت اعمل ريدكشن، الريدكشن هيكون سهل للمنجنيز 3 للمنجنيز 2. ليه؟ لان حولته من دي 4 لدي 5. لكن لو حبيت اعمل ريدكشن لايرن 3 لايرن 2 صعب جدا. لو حبيت ارجع هنا تاني كده واعمل ريدكشن يعني ازود الكترون، هنا احنا قلنا 3 دي بيكون 5 في الايرن 3 وهنا بيكون 6، عشان احوله من 5 ل 6 صعب. طالما وصلت للحاله المور ستيبل بقى صعب تتنازل عنها. تمام؟ وصلت الموضوع ده؟ طيب تعال نشوف بقى الحته اللي جايه. طيب تعال نتكلم بقى ليه احنا قلنا ليه الاوكسيديشن ستيتس بتكون كتيره. قلنا لان الالكترونز بتخرج من ال 4s بعد كده بتخرج من ال 3d ان سيكونس. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. طيب تعال نتكلم بقى على البوتنشال او الايونيزيشن بوتنشال. الايونيزيشن بوتنشال بتاعتنا طبعا هنا هنا ده بيكون دي 4 بس، الالكترون واحد بيكون الكترون واحد بس مش 4 الكترونز، مش 5 مش 6. غير بس كده ده كده فيها 4 الكترونز، هغير بس الصفحه. ده الكترون واحد اللي بعده. The 3D sublevel is half filled 3D5 في المنجنيز positive 2 so it's more stable. All elements of the first transition series gives the oxidation state positive 2 on except mean except الاسكانديوم. قلنا ليه؟ لان 3D هيكون 0 وبالتالي هيكون more stable. At higher oxidation states transition elements lose electrons of 3D in sequence، عشان كده بيدينا تعدد في الاوكسيديشن ستيتس للفيرست ترانزيشن سيريز. طب بيقول لي ترانزيشن اليمنتس كاركترايزد باي سيفرال اوكسيديشن ستيتس. طب ليه يا مستر؟ قلنا ليه؟ بيكوز ذي لوز الكترونز فروم 4s اند 3d ان سيكونس. طب ليه؟ بيكوز ذي ار كلوز ان انرجي، يعني السب ليفل 4s و 3d قريبين من بعض في الانرجي، وبالتالي بتخرج منهم الالكترونز منهم هما الاثنين ان سيكونس. طيب قال لي we find that the successive ionization energies of transition metal increases gradually as we move from the atom to the oxidation states بتاعة ال element. يعني مثلا الفانديوم، الفانديوم ده 4s2 3d3. طيب
اول حاجه الفيرست ترانزيشن او الفيرست ايونيزيشن بوتنشال. خلي بالك في الايونيزيشن بوتنشال بنفقد الكترون الكترون. هنا لو عايز احوله من فانديوم لفانديوم بوزيتيف 1 يعني هيخسر الكترون، يخسره منين؟ يخسره من هنا الاول، وبالتالي اصبح 4s1 3d3 محتاج انرجي مقدارها 648. طب عشان احوله من فانديوم 1 لفانديوم 2 عايز يخسر الالكترون الثاني، يخسره من هنا، ومحتاج 1364 واصبح بينتهي بال 3d3. طيب لو عايز احوله من فانديوم 2 لفانديوم 3 هبدا اخسر كمان الكترون، يخسره منين؟ يخسر واحد من الثلاثه دول، ومحتاج 2858. طيب لو عايز احوله من الفانديوم 3 لفانديوم 4 هيخسر الكترون كمان، يخسره من هنا، وبالتالي الالكترون الدي بقى فيها 1. طيب ومحتاج 4643. طب لو عايز احوله بقى لفانديوم بوزيتيف 4 من فانديوم بوزيتيف 4 لفانديوم 5 هخسر الالكترون اللي باقي من الدي، وبقى الدي بقت فاضيه. ده كده الفيفث اوكسيشن ستيت. طيب كده خسر الالكترون بتاعت ال 4s بتاعت ال 3 دي كلها، هنا 2 وهنا 3 وهنا 2 و3 بقى ادينا 5، يبقى ده هنا الهايست اوكسيشن ستيت عنده ب 5. دي تعني خروج جميع الالكترون بتاعت ال 4s وال 3 دي. طيب معلش بقى، انا لو حبيت احوله من فانديوم 5 لفانديوم 6، بص بقى يا معلم الموضوع ده بيقول لك في غايه الصعوبه. ليه؟ لان انت كده ال 3 دي زيرو، ده معناه ان انت بقيت شبه النوبل جاز، يعني ده كده التركيب بتاعه بقى شبه الاي ار اي تي، واي نوبل جاز اند سوز في 6. يبقى انت لو عايز تحوله من في 5 لفي 6، يعني على سبيل المثال لو كان التحول من في 4 لفي 5 محتاج 6523، هتلاقي التحول ده مثلا محتاج انرجي ما تقلش عن مثلا 16433 كيلو جول. خلي بالك اول ما تلاقي الزياده المفاجئه في الفاليو بتاعت الاكسيديشن ستيت او الايونيزيشن بوتنشال، افهم من كده على طول ان انا كسرت كومبليت انرجي ليفل. طيب بص معايا كده، هنا بيقول لي يا اولاد الريبريزنتيف اليمنتس بقى بيبقى شكلها عامل ازاي. قال لك الريبريزنتيف اليمنت بتدي هو اكسجين ستيت واحده او اتنين بالكتير. طيب بص كده، في مثلا الالومنيوم، الالومنيوم اي ال 13 الكونفيجريشن بتاعه 1s2 2s2 2b6 3s2 3b1، ده الومنيوم. عشان احوله الومنيوم 1 يعني كده هخسر الكترون، يخسره منين؟ يخسره من هنا. طيب لما يخسروا من هنا ايه اللي يحصل؟ محتاج 578 كيلو جول بير مول. طب لو عايز احوله من الالومنيوم بوزيتيف 1 لالومنيوم بوزيتيف 2، يعني عايز يخسر الالكترون الثاني، يبدا يخسره منين؟ من ال 3s، وبالتالي هينتهي بال 3s1. محتاج انرجي قد ايه؟ 1811. طب عشان احوله من الالومنيوم 2 لالومنيوم 3، يعني خسران الثلاثه بتوعه، فيبدا يخسر الالكترون ده اللي باقي، واصبح في الاخر تركيبه 2b6. كده بقى شبه مين؟ بقى شبه النيون ان اي 10، وده نوبل جاز. السؤال بقى، طبعا احنا التحول من الومنيوم 2 لالومنيوم 3 محتاج انرجي 2745. لو عايز احوله من الومنيوم 3 لالومنيوم 4، يبقى انا محتاج اخرج الكترون هنا، هنا يقول له ستوب يا حب، ده كده نوبل جاز، ده كده الاوتر ليفل كومبليتلي فيلد. فانت كده بتلعب مع الاسد. ليه؟ انت عايز تكسر ليفل كامل وماله، ادفع بقى. التحول من الالومنيوم 2 لالومنيوم 3 عشان اطلع الالكترون الثالث اللي موجود في الاوتر ليفل احتاج 2745 كيلو جول. بص بقى عشان يكسر الليفل كامل ده محتاج كام؟ 11540 كيلو جول. بشوف التحول المفاجئ هنا، من 2745 كيلو جول اصبح 11540. وهنا قلت لك اول ما تلاقي السادن انكريز في الاكسجين نمبر، في الاكسجين انرجي او في الايونيزيشن بوتنشال، افهم من كده على طول ان انا كسرت ليفل كامل. وبالتالي هتلاقي مثلا الصوديوم اخره S1، تمام، يبقى بيلوز الالكترون ده بسهوله، يبقى عشان يجيب انا الصوديوم بوزيتيف 2 هيكون صعب. ليه؟ عشان بيكسر ليفل كامل. المغنيسيوم اخره S2، تمام، فبالتالي بيفقد ال2 الكترونز بسهوله، فادينا مغنيسيوم بوزيتيف 2. لكن لو عايز المغنيسيوم بوزيتيف 3 كده بيكسر ليفل كامل، وبالتالي بيكون صعب. وكذلك الالومنيوم بوست 4، يبقى يقول لي ليه صعب اجيب الصوديوم 2 والمغنيسيوم 3 والالومنيوم 4؟ هقول له because it breaks a complete energy level. تاني because it causes the break of a complete energy level، تمام. طب انت اعرف ان انا بكسر ليفل كامل لو عايز اجيب اوكسيديشن ستيت اكبر من عدد الالكترونز في الاوتر ليفل، يعني الصوديوم الاوتر ليفل بتاعته 1، يبقى بالتالي السكند ايونيزيشن بوتنشال هيكون كبير. المغنيسيوم اخره 2، وبالتالي الثيرد ايونيزيشن بوتنشال هيكون كبير. الالومنيوم اخره 4، وبالتالي اخره 3 اسف، ده الاوتر ليفل في 3، وبالتالي الاكسجين بوتنشال الرابع بيكون صعب جدا. طيب
طب لما يقول لي بقى يا مستر، هو الابنورمال كونفيجريشن اللي انت عملتها في الكروميوم وفي الكابر، هل هي خاصه بالكروميوم والكابر بس؟ لا طبعا، دي الجروب كامله، يعني جروب 6 بي وجروب 1 بي. هنا عندي element اللي هو المولوبيدنيوم، المولوبيدنيوم ام او 42، عشان ما تتلخبطش فيها هو تحت الكروميوم 24، وهنا الكروميوم 24 المولوبيدنيوم 42 42، عكس بعض الرقمين. طب الكونفيجريشن بتاعها هيكون ايه؟ الكروميوم كان 4s2 يبقى ده 5s2، والكروميوم كان 3d 5 ده هيكون 4d، المفروض يكون فيها 4 اللي اخليها 5، وبالتالي هحط هنا 1 الكترون. يبقى هنا جيف ريزن ليه المولوبيدنيوم از انوميلس فروم ذا اكسبكتد الكترونيك كونفيجريشن، او اكنه بيقول لي ليه هنا في ابنورمال كونفيجريشن للمولوبيدنيوم. هقول لان السب ليفل 4 دي از هاف فيلد، وبالتالي بيكون مور ستيبل. فبعمل ايه؟ بنقل الالكترون من الاس دي لل 4 دي عشان يكون الاليمنت مور ستيبل. طيب هنا بيقول لي الكبر از ذا اونلي ترانزيشن اليمنت ان ذا فيرست سيريز ان ويتش ال 3 دي از فيلد بيفور ال 4 اس. ليه؟ عشان ال 4 اس بيبقى 1 وال 3 دي بيكون 10. ليه يا مستر عملت كده؟ قلنا عشان الاستابيليتي، قلنا بنقول الاس بعد اذن الحب هناخد منك الكترون، كده الاس هاف فيلد وكده دي كومبليتلي فيلد، فدي اعلى حاله من حالات الاستابيليتي بالنسبه للكبر. الهايست اوكسيشن ستيت اوكيرز ان مانجانيز ذن ات ديكريز ستيل تو 2. طبعا في المنجنيز اعلى حاجه كام؟ بوزيتيف 7، وبتبدا تقل لحد ما توصل 2 بس في الزنك. طيب بعد كده يا ولاد، ليه بيكون صعب اعمل لوزنج او ليه الاكسجين سيلز بتقل؟ قلنا ان من بعد المنجنيز بيبدا يحصل بيرنج، بيبدا يحصل ان الالكترونز يحصل لها بيرنج مع بعضها، وبالتالي الريدس بيقل والاتراكشن فورس بتزيد، فبيكون من الصعب ان انا اخسر الكترون. طيب elements of group 8 زي الاير differ than elements that precede it اللي قبل منها اللي هو المقصود بيه المنجنيز مثلا على سبيل المثال according to oxidation states. ليه بتختلف؟ قلنا لان هي مش بتعمل لوز لكل الالكترون بتاعت ال 4s وال 3d، وبالتالي بتديش بوزيتيف كام؟ بوزيتيف 8. طيب السؤال بقى، يعني ايه اوكسيديشن، يعني ايه ترانزيشن element؟ بص يا ابني، الترانزيشن element ده element بيكون ال d او ال f بتاعته occupied by electron، يعني فيها electron، يعني فيها من 1 لحد 9. طب ليه مش 10؟ قال لي لا، بس ما تكونش completely filled. هنا the element in which orbitals of d or f are occupied. occupied يعني مش مليان على الاخر، يعني ال d فيها من 1 لحد 9 او ال f فيها من 1 لحد 13 but not completely filled. يبقى الشرط عشان يكون ال element ده transition element ما يكونش ال d بتاعته مليان، سواء كانت في الاتوميك ستيت او ساعات بيسموها elementary state، ساعات يقول عليها في الاليمنتري state يعني كاليمنت او كاتوم يعني، or one of oxidation states يعني سواء كان في كاتوم او كاي oxidation state من الاكسيديشن ستيتس بتاعته. طيب يا مستر الكبر، الاول بيقول لي الكوينج او الكرنسي ميتلز، ايه هي عناصر العمله اللي صنع منها عملات؟ الكبر نحاس، السيلفر فضه، والجولد ايو. هنا لما اعمل الكونفيجريشن عندي 3 دي هنا فيها 10، وهل ده معناه ان الكبر ده الدي بتاعته مليانه؟ هل هو مش ترانزيشن؟ هو واخواته اللي تحت منه اللي هو كان الاي جي او الاي يو. قال لك لا، ليه؟ لان الكبر يا ولاد في عندي الكبر لو كان كاتوم الاي دي مليان، طب لو كان كبر 1 برضه دي لسه مليان، طب الكبر 2 ايه رايك فيه؟ الكبر 2 بخسر واحد من هنا وبخسر واحد من هنا، يبقى دي فيها 9. طيب الجولد، الجولد مثلا اي يو بوستل 3، وده الاكسجين ستيت المشهوره جدا للذهب. بوستل 3 معناها ايه؟ خارج واحد من هنا وخارج اتنين من هنا، يعني الدي بتكون فيها كام؟ فيها 8. يبقى هنا ده معناه طالما الاليمنت اوكسيديشن ستيت الدي بتاعته فيها مش مليانه، فبعتبره في الحاله ديت اوكسيديشن او بعتبره ترانزيشن اليمنت. يبقى السؤال هنا ليه الكرنسي ميتلز تعتبر من ترانزيشن اليمنتس؟ هقول ان الدي بيكون بارشلي فيلد او انكمبليتلي فيلد ان اوكسيديشن ستيت 2 اند 3، وير الدي بيكون فيها 9 او الدي بيكون فيها 8. طب تعال نتكلم بقى على الاليمنتس بتاعت جروب 2 بي. جروب 2 بي يا ولاد بيكون زي الزنك زد ان 30، وزي الكادميوم 48، وزي الميركري 80. هنا تلاقي الاس فيها 2 والدي فيها 10، عنده اكسجين ستيت كام؟ واحده بس اللي هي بوزيتيف 2 اللي هي بتنتج من خروج 2 الكترون من الاس، لسه الدي فيها 10. يبقى هنا في الاليمنتري ستيت الدي كومبليتلي فيلد، وفي الاكسجين ستيت الوحيد اللي عندهم برضو الدي كومبليتلي فيلد،
اذا للاسف الشديد هنضطر نقول على جروب 2 بي يا 2 بي يلا اطلعوا بره، انتوا مش من الترانزيشن اليمنتس، يبقى هنا نوت ترانزيشن اليمنت. يبقى هنا ليه هقول ان دي كومبليتلي فيلد ان ذا اليمنتري ستيت اند ذا اونلي اوكسيديشن ستيت اللي هي بتكون بوزيتيف 2 بيكون برضو دي فيها تن. اذا شويه ملاحظ في غايه الاهميه يا حبي، اللي هي ايه؟ اول حاجه انا دلوقتي يا ولاد لو جيت اتكلم على الاليمنتس، مثلا لو انا رسمت مثلا السيريز الاولى، السيريز اهي ده كده الترانزيشن اليمنتس، مثلا دول اول 3 سيريز مثلا، هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هنا جروب 3B جروب 4B 5B 6B 7B، والجروب دي كلها على بعضها 8، ودي جروب 1B ودي جروب 2B. ده السيريز الأولى بتنتهي بالزنك، ودي كادميوم، وده الميركري اتش جي. اتفقنا ان الاليمنت بتاع الجروب 2 بي ما هياش ترانزيشن اليمنت. تاني الاليمنت بتاع الجروب 2 بي نوت ترانزيشن، وبالتالي هستثنيها. يبقى هنا دي كده مش ترانزيشن. يبقى هنا في عندي كام ترانزيشن اليمنت؟ خلي بالك لما اقول لك كام اليمنت 10، لكن كام ترانزيشن؟ ترانزيشن اليمنتس. خلي بالك لو قال لك ترانزيشن 10، لو قال لك ترانزيشن اليمنت 1 2 3 4 5 6 7 8 9، يبقى عدد الترانزيشن اليمنتس 9. طب لو انا اتكلمت على السيريز الاولى والثانيه والثالثه، كده الترانزيشن الاولى والثانيه والثالثه فيهم كام اليمنت؟ كام اليمنت؟ كام اليمنت؟ 30. لكن كام ترانزيشن اليمنت؟ فيها 27 بس. ليه يا مستر؟ لانه جروب 2 بي اليمنتس نوت ترانزيشن اليمنتس، ودي حته في غايه الاهميه. اركز، هو بيقول لي اليمنت ولا بيقول لي ترانزيشن اليمنت؟ تعال بقى نحل الهوم ورك مع بعض كده ونشوف. اول حاجه بيقول لي بسم الله الرحمن الرحيم، the element which have abnormal electronic configuration of the following elements، هل السكانديوم ولا الايرون ولا الزنك ولا الكروميوم؟ طبعا اللي عنده abnormal configuration مين؟ عندي الكروميوم. طيب the number of electrons of the outermost energy level in elements atom which has atomic number 24 ده اللي هو الكروميوم، الاس فيها 1 والدي فيها 5، حلو، ده 4s وده 5s، فين الاوتر ليفل؟ ده الاوتر ليفل، عنده كام الكترون؟ عنده 1 الكترون بس، تمام. تاني واحد يقول لي مستر ده عنده 6، ال 6 ده يا قمر الاس والدي، هو ده 4s وده 3d، ال 4s هو الاوتر ليفل عنده الكترون واحد بس. The transition element in which 3D sublevel is completely filled before the 4S mean، طبعا ده كان حالة خاصة بالكبر لأن هنا عشان يكون more stable. The ion of transition element is stable when the orbitals of the sublevel، هل empty ولا half filled ولا completely filled ولا كلهم؟ طبعا بيكون element more stable في كل الحالات دي، يبقى all the previous. السؤال اللي بعده بيقول لي pairing of electrons in 3D sublevel starts from، هنا لما املا ال 5 الكترون بتاعت الدي، او لما دي يشيل 5 يبدا بقى من اول دي 6، دي 6 يبدا يظهر من اول مين؟ الايرون، عشان لما اوزع الستة اوزع 5 سنجل، وبالتالي الالكترون السادس هيعمل pairing مع اول واحد. ده least stable، الليست stable ده معناه يعني لا دي 0 ولا دي 5 ولا دي 10، الكبر 1 الدي فيها 10 ما ينفعش، الزنك 2 الدي فيها 10، المنجنيز 2 الدي فيها 5، يبقى عندي هنا الدي فيها 10، هنا الدي فيها ده ستيبل ده ستيبل وده ستيبل لان دي فيها 5، وبالتالي التيتانيوم بوزيتيف 2. ليه؟ لان في التيتانيوم بوزيتيف 2 الدي عنده 2 الكترونز، يعني لا 0 ولا 5 ولا 10. The elements of the first transition series are characterized by having several oxidation states except، ما عدا مين؟ واحد يقول لي يا مستر ما عدا الزنك، هقول له خلي بالك في السؤال تاني، هنا بيسألني عن مين؟ على الاليمنتس كلها، الاليمنتس كلها 10، يبقى عندي الاسكانديوم عنده اكسجين ست واحدة، والزنك عنده اكسجين ست واحدة،
يبقى اختار اي اند سي. طيب بص معايا بقى، امتى ما ينفعش اختار الزنك؟ لو قال لي ترانزيشن اليمنتس، وهيقول لي مايستر ما قال لي ترانزيشن اهو يا واد، هنا قال لك ترانزيشن سيريز، هي اسمها سيريز، لكن لو قال لي ترانزيشن اليمنتس في الترانزيشن سيريز هستثني الزنك، يبقى التالي اختار الاسكانديوم بس. تاني امتى اختار الاسكانديوم بس يا مستر؟ لو قال لي الترانزيشن اليمنتس ان ذا فيرست ترانزيشن سيريز، هي بيقول لك اليمنتس عامة، يبقى هختار مين؟ الاثنين مع بعض. ions which have electronic configuration ER18-3D5، اللي بينتهي بال 3D5 هعمل configuration، طبعا عندي المنجنيز 2 وعندي الايرن 3. طيب اللي بعده، بسم الله الملك. Which of the following ions has electronic configuration similar to the electronic configuration of iron 3؟ ال iron 3 عندي بتنتهي ب D5 زي ما قلنا قبل كده. طب مين اخره D5 هنا؟ لسه حالينها، كان المنجنيز 2. Which one of the following ions has the largest number of unpaired electrons؟ هو عدد ال unpaired electrons في الدي لازم يكونوا كام؟ 5. يبقى انا بدور على حد اخره D5. مين؟ الزنك؟ لا ده الزنك ده اخره D10. المنجنيز 2 لسه قايلينها، المنجنيز D2 اخره D5، وبالتالي بيكون عنده اكبر عدد من الامبيرد الكترونز. ليه؟ لان عدد الامبيرد الكترون بيساوي عدد الاوربيتالز. السؤال اللي بعده بيقول لي the number of electrons في ال 4s sub level في الاتوميك ستيت اند اوكسجين ستيت بوزيتيف 2. ده في مين؟ الكروميوم. الكروميوم قلنا S1 ماشي، والدي فيها 5. في الاليمنتري ستيت الاس فيها كام؟ الاس فيها 1، وفي الاتوميك ستيت بوزيتيف 2 هيخسر واحد من هنا وواحد من هنا، وبالتالي بيكون الاول الاس فيها 1 تمام، وبعد كده بيكون فيها كام؟ فيها 0. تاني النمبر اوف الكترون في الفور اس سب ليفل في الاتوميك ستيت والاكسجين ستيت 2، الاتوميك ستيت فيها 1 والاكسجين ستيت 2 بيكون فيها 0، يبقى عندي 1 و0، يبقى اجابه لتر سي. السؤال اللي بعده بيقول لي the element which has one oxidation state positive one in its all compounds. واحد يقول لي يا مستر ده الكبر، هقول لك غلط. ليه؟ الكبر عنده 1 وعنده 2، هو بيقول لك دايما ب 1، دايما ب 1 يبقى مين؟ يبقى ده الصوديوم. خلي بالك الاكسيشن ستيتس بتاعت الترانزيشن اليمنتس بتتراوح من 1 ل 7 تمام. مين اللي دايما بوزيتيف 1؟ الجروب 1 اي. الكبر عنده 1 اه لكن عنده 2، هو بيقول لك دايما بوزيتيف 1، دايما بوزيتيف 1، وبالتالي ده هيكون الصوديوم او جروب 1 اي عامه. ان اليمنت هوز اتوميك نمبر 24، طبعا ده الكروميوم، سو ذا ماكسيم اوكسيديشن ستيتس، هنا الاس فيها 1 ماشي والدي فيها 5. الماكسيم اوكسيديشن ستيت لما يخسرهم كلهم 1 و5 6، هنا بوزيتيف كام؟ بوزيتيف 6. طيب بيقول لي ذا ماكسيمم فاليو اوف اوكسيديشن ستيت اوف اليمنتس ان ذا فيرست ترانزيشن سيريز بتحصل امتى؟ قلنا لما يخسر جميع الالكترون بتاعت الاس والدي تمام. طيب ده بيحصل في انهي اليمنت؟ ده موجوده في المنجنيز عشان ده في جروب 7b. ماكسيمم اوكسيديشن ستيت اوف ترانزيشن اليمنت ستارتنج فروم جروب 3b اللي هو الاسكانديوم على سبيل المثال انتل جروب 7b زي المنجنيز على سبيل المثال اتشيفد اون لوزنج الكترونز من مين ومين؟ من الاس والدي. هنا ان اس وان ماينس 1 دي، كده انا خسرت كل الالكترونز الموجوده في الاس والدي، وبالتالي طلعت اعلى اوكسيديشن ستيت عند الاليمنت. The electronic configuration of copper A، copper 2. الكبر اصلا S1 دي 10، لما يخسر 2 هيخسر واحد من الاس وواحد من الدي، يبقى دي فيها كام؟ الدي فيها 9، هنا هعدل بس دي كده دي 9. هنا يبقى هيكون الاجابه AR18 4S1 3D9، هعدل الدي 9. Which one of the following represents an ion؟ ion دي الترانزيشن اليمنت، عشان يبقى ion لازم يلوز الاوتر ليفل. مين الاوتر ليفل؟ الاس، يبقى لازم الاس تكون فاضيه. هنا الاس فيها 2 ما ينفعش، هنا الاس فيها 1 ما ينفعش، هنا الاس فيها 1 ما ينفعش، يبقى الاجابه لتر سي. لتر سي هنا لان الاس فاضي تاني، ما عنديش ترانزيشن ميتال ايون، ادي الاس بتاعته فيها حاجه لازم يضحي بيهم على الاقل. طيب السؤال اللي بعده an element x lies in the first transition series وماله has a single electron، عنده الكترون واحد بس في ال its last main energy level المين. خلي بالك ال first series المين ال outer level هو ال 4s. طب هو بيقول لي عنده الكترون واحد بس تمام، يبقى ده واحد من اتنين، يا كروميوم يا كبر، يا كروميوم يا كبر.
طيب لما يكون الاوكسجين يعني يا اما يكون فيها دي 5 يا اما يكون فيها كام؟ دي 10. طب هو بيقول لي اكس بوزيتيف 2، اكس بوزيتيف 2 ده معناه ايه؟ لو كان الكروميوم يبقى خسران 2، واحد من الاس واحد من الدي، يبقى دي فيها 4. هل في هنا دي 4؟ اهي. طب لو كان كبر يا مستر، لو كان كبر يبقى دي فيها ايه؟ فيها 9، مفيش دي 9 هنا. تاني الاس يكون فيها 1 في حاله الكبر وفي حاله الكروميوم. طيب هنا بيقول لي لما في الاكسجين ستيت بوزيتيف 2 هيخسر 2، واحد من الاس واحد من الدي، في حاله الكروميوم بدي فيها 4 وفي حاله الكبر دي فيها 9. ايه اللي موجود عندي؟ دي 5 دي 4، فاختارها. A transition element lies in the fourth period and the group 8 has a pair of unpaired electrons. A pair of unpaired electrons يعني عنده كده 8 electrons في الاوتر ليفل في الدي، الدي بتاعته فيها 8. تاني وعنده 2 بس امبير، احنا عندنا الاوربيتالز بتاعت الدي 5 اهم. لما اجي ارسم الخمسه هنا 1 2 3 4 5، عنده 2 امبير، يعني ده امبير وده امبير، وبالتالي عندي هنا 2 4 6 وهنا 7 8 الدي 8. طيب هنا بيقول لي في السكند اين، السكند اين يعني خسرنا 2 منين؟ من الدي؟ لا، هيخسرهم من الاس، وبالتالي لسه الدي فيها 8 زي ما هي. هنا ان ذس واز 3 دي 8. A transition element lies in the fourth period، يبقى كده ال first one series، and group 8 has 4 unpaired electrons، عنده 4 unpaired. 4 unpaired ده معناه ان دي بتاعته فيها 6، وماله؟ طيب الايون بتاعه بقى ال third ion، ال third ion يعني هيخسر كام؟ هيخسر 3، ال S فيها 2 وال D فيها 6. طب لما يخسر 3، 2 من هنا و1 من هنا، يبقى دي فيها 5، وبالتالي الإجابة هتكون هي letter B. Which one of the following elements tends to form X2-5؟ هنا الأكسيديشن ستيت بتاعت الـ X بوزيتيف 5. طب وماله؟ In the stable state، stable state ده معناه إن دي تفضى خالص، دي زيرو. الفانديوم V23، الـ S فيها 2 والـ D فيها 3. طيب لو إدانا بوزيتيف 5 يخسر الـ 2 من الـ S ويخسر الـ 3 من الـ D، هيبقى دي فاضي، تمام، الإجابة فانديوم. الكروميوم ممكن يدي بوزيتيف 5 لكن مش هيبقى مور ستيبل، هيبقى لسه في الـ D1. المنجنيز ممكن يدي بوزيتيف 5 لكن هيبقى لسه في الدي 2. التيتانيوم اصلا S2D2 ما عندوش 5 اصلا، وبالتالي الاجابه هتكون فانديوم. السؤال اللي بعده 22. Which one of the following elements forms with bromine a compound whose formula XBr4؟ يعني كده الاكسجين ستيت بكام؟ بوزيتيف 4. طيب وبيكون ستيبل، ستيبل برضه يعني دي 0. طب يا مستر ما ينفعش يكون الدي 10؟ لا يا مستر، مش انت قلت بيكون مور ستيبل لما الاس 0 او 5 او 10؟ لكن ما ينفعش الدي يكون ما ينفعش الدي يكون فيها 10، ولا ينفعش يكون الدي فيها 10 في الحاله دي. ليه؟ اصل بص الفور معناها ايه؟ انه يخسر 4، صح؟ طيب ما يجي يقول لي بقى يخسر 4، هو اول ما يبدا يخسر يخسر منين؟ يخسر من الاس، فبيخسر الاثنين من الاس، فده اوكسيشن ستيت 2. طيب هنا بوست فور معناه انه يخسر كمان 2 من الدي، فاستحاله يخسر 2 من الدي ويكون لسه فيها 10، تمام؟ وصلت كده؟ و وبالتالي انا بستبعد تماما 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 التن، يبقى هنا ممكن يكون دي 5 او دي 0. طيب بص معايا بقى، هل التيتانيوم، التيتانيوم ده 22 اس 2 دي 2، اس 2 دي 2، لو خسر الاس والدي 2 و2 4، وبالتالي هيكون الدي فاضي، فهي التيتانيوم بوزيتيف 2. طب الايرن يا مستر؟ الايرن اس 2 دي 6، لما يخسر 4 هيخسر 2 من الاس و2 من الدي، الدي فيها 4، ما ينفعش. طب الكبر، هو الكبر 1 و2 اصلا ما بيديش 4. الفانديوم، الفانديوم لو ادانا بوزيتيف 4 هيكون لسه في الدي 1، وبالتالي مش مور ستيبل، يبقى الاجابه تيتانيوم. Which of the following compounds has incorrect formula؟ FeCl3 الايرن عنده اوكسجين ستة 3. SCCl2، استنى يا ولا، انت جايب دي منين يا ولا؟ السكانديوم بيدي بوزيتيف 3 بس، وبالتالي هي دي اللي غلط، ما ينفعش يكون بوزيتيف 2. ده طبعا بيدي اكسجين ستيت بوزيتيف 4 عادي، وبالتالي الاجابه هتكون لتر بي سكانديوم 2 كلورايد او اس سي سي ال 2. Number of lost electrons is equal in both cations. تاني the number of lost electrons، هنا عندي ال سي يو اس او 4، السي يو هنا بوزيتيف 2 والام ان هنا بوزيتيف 2، تمام. تاني هنا الكوبر بوزيتيف 2 سي يو اس او 4، والمنجنيز ام ان اس او 4، ده بوزيتيف 2 ده بوزيتيف 2، وبالتالي عدد اللوست الكترونز متساوي، مش انا خسران 2 وخسران 2. طب بص هنا، هنا ام ان او 4 ام ان او 2، ام ان او 2
ده منجنيز دايكسايد، هنا اللوست الكترونز بوزيتيف 4 وهنا بوزيتيف 4. طيب التيتانيوم تي اي 2 او 3، وهنا اس سي سي ال 3، هنا خسران 3 وهنا خسران 3. والاول ذا بريفيوس، اول ذا بريفيوس ليه؟ لان هنا الاكسجين ستيت 3 وهنا الاكسجين ستيت 3، الاكسجين ستيت 2، الاكسجين ستيت 2، المنجنيز هنا 4 وهنا 4، فبالتالي عدد اللوست الكترونز متساوي 25. The number of unpaired electrons are equal in which of the following cations؟ عدد ايه بقى ايه الامبيرد؟ يبقى هنا هوزع الدي واشوف فيها كام الكترون بعد ما يعمل لوزنج. المنجنيز اس او 4، منجنيز ام ان اس او 4، هنا المنجنيز بوزيتيف 2 يعني دي فيها 5. الكابر سي اس او 4، السي يو هنا بوزيتيف 2 خسران واحد من الاس واحد من الدي، يبقى كده الدي فيها كام؟ الدي فيها 9. طب عدد الامبيرد بواحد، يبقى دي ما ينفعش. طب تعالى هنا ام ان او 2 سي او سي ال 2، الام ان او 2 هنا المنجنيز بوزيتيف 4، الاو بنيجاتيف 2 تايمز 2، يبقى هنا بنيجاتيف 2 نيجاتيف 4، يبقى المنجنيز بوزيتيف 4. هغير بس اجيب القلم عشان نعرف نكتب. بسم الله الملك. هنا المنجنيز، افكر الناس بس، الناس اللي عندها مشكله في الاكسجين ستيتس، هنا الام ان الاو بنيجاتيف 2 يبقى 2 في نيجاتيف 2 بنيجاتيف 4، يبقى الام ان بوزيتيف 4. الام ان بوزيتيف 4 يعني خسرنا 4، تمام؟ يبقى هنا الاثنين من الاس واثنين من الدي، يبقى دي فيها 3. السي او سي ال 2 الكوبالت بكام؟ الكوبالت اصلا 27، سي او سي ال 2 يعني خسران 2، تمام؟ الكوبالت اصلا 4 اس 2 3 دي 7 اس 2 والدي فيها 7. طب هنا كوبالت 2 كلورايد خسران 2 هيخسروا من هنا، يبقى هنا الدي 7، ارسم الدي 7 كده، 1 2 3 4 5. ما اجي ارسم السبعة هنا 1 هنا 2 هنا 3 هنا 4 هنا 5 6 7 كده. عدد الامبير دي الكترونز كام؟ 3. بالتالي الاختيار هيكون هو لتر بي. ليه يا مستر؟ لان عدد الامبير دي الكترونز هنا 2 3 وهنا 3، عدد الامبير دي هنا 3 وهنا 3. طب يا مستر لما تبص لنا هنا التي اي او، التيتانيوم هنا بوزيتيف 2 والزنك بوزيتيف 2، هنا الدي فيها 10 وبالتالي الامبير دي الكترون 0، لكن هنا التيتانيوم بيكون عندي 2 في الدي. طيب نمبر 26، اوكسيشن نمبر اوف ايودين اي او 3 نيجاتيف 1. خلي بالك اي او 3 نيجاتيف 1 يعني الثلاثه تحت هنا كده ماشي، ودي نيجاتيف 1. طيب احسب بقى كده، عايز اجيب الايودين، هنا الايودين باكس والاو بنيجاتيف 2 في 6 في 3 يبقى بنيجاتيف 6، يبقى اكس نيجاتيف 6 ايكوال نيجاتيف 1. عدي دي الناحيه الثانيه يطلع بكام؟ يطلع بوزيتيف 5. السؤال اللي بعده، دي الكترونيك كونفيجريشن اوف ايرن ان اف اي 2 اس او 4 باي 3. هنا الايرن بكام؟ الايرن ب 3، ايرن ب 3، الايرن اصلا 4 اس 2 3 دي 6، خسران 3 يعني 2 من هنا 1 من هنا، بقت الدي فيها 5. هنا اي ار 18 والدي فيها 5، يبقى الاختيار هيكون لتر سي. الكترونيك كونفيجريشن حاجه في غايه الاهميه يا شباب. السؤال اللي بعده، دي الكترونيك كونفيجريشن اوف فانديوم ايون في الفي 2 او 5. الفي 2 او 5 هنا الفانديوم ب 5، الفانديوم اصلا ب 23 يعني 4 اس 2 و 3 دي 3، خسران 5 2 و2 يبقى دي فاضي والاس فاضي. هنا هختار الاختيار اللي بيقول لي ان الاس امتي والدي هو كمان امتي، يبقى لتر اي. ترانزيشن اليمنت هاز الكترونيك كونفيجريشن 1 اس 2 2 اس 2 2 بي 6 3 اس 2 3 بي 6 4 اس 1 3 دي 5. 4 اس 1 3 دي 5 ده مين؟ ده الكروميوم. طيب اتس كومن اوكسيديشن ستيت از، هنا هعمل ايه بقى؟ ارجع بقى للكروميوم كده تمام، وهلاقي ان الاوكسيديشن ستيت بتاعته الكومن هتكون 6. ده الجدول يا اولاد، هتلاقي ان الاكسجين ستيت الكون بتاعته بيكون ب 6. طيب which of the following elements has the lowest number of oxygen states، اقل عدد من الاكسجين ستيتس؟ طبعا كان عندنا الايه، الكوبر عنده 1 وعنده 2، السكانديوم عنده 3 بس، الكروميوم عنده ما شاء الله حبه حلوين، والمنجنيز عنده حبه احلى. وبالتالي اقل حد عنده السكانديوم عنده اكسجين ستيت واحده بس مقدارها 3. Which of the following elements had the lowest oxidation state؟ أقل عدد من الأكسجين ستيت هنا مين؟ الكوبر
هنا المقصود بيها lowest oxidation state يعني الفاليو القيمة مش العدد. تاني في فرق بين قيمة الاكسديشن ستيتس وعدد الاكسديشن ستيتس، تمام؟ الكابر عنده بيد 1 ويد 2 فقال رقم واحد، فده معناه كده ان الكابر عنده اكسديشن ستيت 1 و2 اقل رقم 1، يبقى هنا الاختيار هيكون الكابر. تاني فرق ما بين الاكسديشن ستيتس عدد الاكسديشن ستيتس عدد الارقام يعني، لكن هنا قال ستيت عايز الفاليو ذات نفسها. The electronic configuration of one of the first series elements in this was 4s2 3d3. If the oxidation states may be، هنا ممكن يلوز الاثنين دول بيبدا بوزيتيف 2 يبقى ما عنديش 1، تمام؟ وممكن يعمل لوزنج لواحد من هنا بقى 3 والتاني بقى 4 والتالت بقى 5، يبقى عندي 2 3 4 5، يبقى الاجابه هتكون لتر سي. طيب السؤال اللي بعده نمبر 33، the oxidation state positive 4 the most stable oxidation state 4 element، هل نيكل ولا فانديوم ولا كوبالت ولا كروميوم؟ والسؤال ده يا ولاد هنجيب الكتاب بتاع المدرسه ونشوف في الجدول، في عندي الاكسديشن ستيتس المور ستيبل، هنشوف كيف الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. خلي بالك يا ولاد ده في كتاب المدرسه موجود في الجدول في بدايه الليسن دوت، وفي كل حاطط دايره حوالين كل الموست اوكسيديشن ستيت، وده مهم جدا جدا جدا، لازم دايما ابص في الجداول اللي في كتاب المدرسه. خلي بالك هو كاتب في الجداول دي فور الستريشن، لكن طبعا ده كان زمان وجبر، ما عندناش حاجه اسمها فور الستريشن، انا ببص في كل. هرجع معلش للقلم من تاني كده، بسم الله الملك. هنا بيقول لي ان ده كده، هنا بيقول لي بوست فور هو المو هو الفيمس، هل النيكل؟ النيكل مع الفيمس عنده 2، هنا بوست فور، في عندي هنا الفانديوم، الفانديوم بيدي بوزيتيف 2 3 و4 و5 بس الموست 5. طيب هنا بيقول لي الكوبالت، الكوبالت ده عندي 3 و4 و5 وعندي الكروميوم بيدي برضو 2 و3 و6، فانا هغير دي كده يا ولاد ل 3، ماشي؟ لو غيرتها ل 3 بيكون ينفع كوبالت وينفع كروميوم. تاني الاكسيديشن ستيت بوزيتيف 4، هنا بوست فور مش كومن مع اي حد غير المنجنيز. تاني الاكسيديشن ستيت بوست فور كومن مع المنجنيز، فانا هخلي دي بس كده ايه النيكل دي هخليها منجنيز. تاني الاكسيديشن ستيت بوست فور از ذا موست ستيبل اكسيديشن ستيت، ماشي تمام كده في مين؟ في المنجنيز. طيب سؤال بقى، واحد يقول لي مستر هو هنا بيقول لي الموست ستيبل ولا بيقول لي الكومن؟ هنا حته في غايه الاهميه. لو قال لك الكومن يبقى هدور على الجدول الاليمنت اللي حوالين ده، بس يا ولا بيقول لك ان الموست ستيبل، موست ستيبل يعني ايه؟ يعني دور على دي بقى. طب لو رجعنا النيكل تاني، لو رجعنا النيكل تاني، النيكل ده 4s2 وال3d فيها 8، لما يخسر 4 يبقى هنا 2 وهنا 2 دي لسه فيها 6. طب الفانديوم كام؟ الفانديوم 23 صح؟ الفانديوم ده ب 23 وبالتالي هيكون هنا الاس فيها 2 والدي بيكون فيها 3. طب لما يخسر الاربعه ماشي يبقى هنا 2 وهنا 2 هيبقى انا لسه في الدي 1. طب الكوبالت، الكوبالت ده مستر ب 27، الاس فيها 2 والدي فيها 7. طب لما يخسر 4، لما يخسر 4 من هنا 2 من هنا 2 دي فيها 5، يبقى الإجابة هتكون هي الكوبالت دي 5. تاني عشان ناكل سوداني، في هنا حتة في غاية الأهمية، وهنا يا مستر بيقول لي الموست الكومن ولا بيقول لي اللي هي المور ستيبل؟ الكومن يبقى أدور على الدايرة، قال لي بقى الموست ستيبل هنا بدور بقى على التركيب بتاعي. تاني أنا همسح دي كده ماشي وأرجع تاني القلم، وهنختار مين؟ الكوبالت. ليه؟ الكوبالت S2D7. طيب لما يخسر 4، 2 من هنا واتنين من هنا، لما يخسر 2 من هنا بقى دي فيها 5، فكده كده بقى ايه؟ بقى موست ستيبل، تمام؟ يبقى الاختيار هختار الكوبالت. تاني افرق ما بين الكومن وبين المور ستيبل، المور ستيبل ده على تركيب الدي،
الكومون دور على الجدول اللي في الكتاب عندك والداي الرقم اللي حوالين منه دايره. The next electronic configuration AR3D4 is the electronic configuration of the next except المنجنيز 3 ايرن 4 كروميوم 2 فانيوم بوست 2. اولا تعالى نعمل الكونفيجريشن كده، المنجنيز S2 ودي 5. طب لما يخسر 3 هنا 2 وهنا 1 يبقى دي فيها كام؟ هيبقى دي هيكون فيها 3. الايرن 4 الايرن اصلا S2 دي 6، لما يخسر 4 2 و2 يبقى هنا دي فيها 4. طيب كروميوم بوست اوف 2 الكروميوم S1 دي 5، لما يخسر 2 من هنا 1 هنا 1 يبقى دي فيها 4. الفانديوم هنا الفانديوم يا ولاد بيكون لا هنا دي 4. تاني منجنيز بوست اوف 3 المنجنيز S2 دي 5، لما يخسر 3 اتنين هنا اتنين هنا واحد هنا اربعة، ده دي كده 5، لما يخسر واحد بقى هنا دي فيها 4. واضح جدا المنجنيز 3 فيه 4 والايرن 4 فيه 4 والكروميوم 2 فيها 4. طب الفانديوم S2 دي 3، لما بوزيتيف 2 يخسر الاتنين من هنا يبقى دي لسه فيها 3 بس، وبالتالي الاختيار هيكون في بوزيتيف 2. فالموضوع كله معتمد على الكونفيجوريشن بتاع الاليمنت وبتاع الايون. The electronic configuration of ion of non-transition element, one of its compounds is used in manufacturing of cosmetics. احنا عندنا مين؟ ZN زنك الكومباوندز بتاعته كانت بتستخدم في الكوزمتكس. خلي بالك ان احنا قلنا ان الزنك ده جروب 2 بي وما هياش ترانزيشن اليمنتس، تمام؟ فعندي بقى الزنك اوكسايد اللي هو ZNO، تمام؟ الزنك اوكسايد ده بيستخدم في الكوزمتكس، وهنا بوزيتيف 2، بوزيتيف 2 يعني دي فيها 10، خلاص؟ يبقى هنا بوزيتيف 2 ودي فيها 10. The possible formula of non-transition element oxide used in paints، هنا برضه لسه ان زد ان او يبقى اكس او، تمام؟ خلي بالك احنا دايما لما اجي اتكلم على الزنك هقول non-transition element، non-transition element. السؤال اللي بعده، the correct electronic configuration of element ion used as a catalyst in Haber-Posch method. هابر بوش ميثود بستخدم مين؟ بستخدم الايرن اف اي، تمام؟ طيب هنا بيقول لي الاف اي 2 والاي ار بيكون فيها طبعا ايرن اهو S2 دي 5 دي 6 سوري. طيب هنا لو كان ايرن 2 هيبقى دي فيها 6 يبقى الاختيار ما ينفعش. طب لو كان 3 2 1 يبقى دي فيها 5، وبالتالي الاختيار ده لتر بي. طب دايما الاكسجين ستيت هل هو سي او بوزيتيف 2 سي بوزيتيف 2 والدي و5 دي 6؟ لا والله هو دي فيها 6 بس مش 5 دي 4 3 دي، يبقى ده برضه ما ينفعش، وهنا برضه ما ينفعش، يبقى الاختيار هو اللتر بي اللي احنا اخترناه في الاول هو اللي صح. بشوف ايه اللي ينفع وينطبق. انا ما اعرفش هو ايرن 2 ولا 3 اللي بيستخدم في هابر بوش انهي اوكسجين ستيت، هل الميتال ذات نفسه ولا الاوكسجين ستيت 2 ولا 3؟ بدور على الكونفيجريشن بقى اللي يتناسب مع الايرن. طيب Which of the following is transition elements ions end with the electronic configuration 3D2؟ اخره 3D2. طيب اخره 3D2 يا ولاد، يبقى هنا بعد ما يعمل لوزنج يبقى اخره 2. طب بص اول واحده، انا همسك كل جروب اللي ما ينفعش فيها يطير الجروب كلها، يعني مثلا التيتانيوم بص في 3 التيتانيوم ده بكام؟ ده ب 22. طيب 22 ده يعني الاس فيها 2 والدي فيها 2. طب لما يكون بص في 3 خسران 3، لما يخسر 3 من هنا 2 ومن هنا 1 يا دي فيها 1 بس، يبقى بالتالي الجروب ديت كنسلناها. التيتانيوم بوست اوف 1 التيتانيوم لسه قايلين هو بكام؟ 2 اس و2 دي، لما يخسر 1 بس، لما يخسر 1 بس هيخسره من الاس، وبالتالي لسه دي فيها 2 ما ينفعش. طب بص هنا التيتانيوم بوست اوف 2 التيتانيوم اس 2 دي 2، لما يخسر 2 من الاس يبقى دي لسه فيها 2. طب بص على الفانديوم، الفانديوم احنا كده كنسلنا A و B، الفانديوم بص 3 الفانديوم S2 ودي فيها 3. طب لما يخسر 3، لما يخسر 3 2 من هنا و1 من هنا كده بقينا 2 بدي 2 وده شغال. الكروميوم بص 4 الكروميوم S1 ودي فيها 5، بص 4 يعني خسران كام؟ خسران 4 ومن هنا 1 ومن هنا 3، هخسر من هنا 3 هيبقى لنا 2 بدي، تمام. طب المنجنيز بوست اوف 5، المنجنيز بوست اوف 5 المنجنيز اس فيها 2 والدي فيها 5،
طب لما يخسر 5 يخسر من 2 ويخسر من هنا 3 يبقى الدي فيها 2 والاختيار لتر سي. تمام. طيب السؤال رقم 39 بيقول لي the electrons in copper positive 1 positive 2 and cobalt CO R equal N. بالراحة بقى الكبر بوستف 2 الدي بتاعته فيها 9. طب الكوبالت element and cobalt element. الكوبالت 4s2 وعندي 3d فيها كام؟ فيها 7. هنا ولاد ال 9 ده فيها واحد بس سنجل، وال 7 فيها كام؟ فيها 3 سنجل. equal in number equal in number and similar in configuration. هنا الكبر ب 29 صح، كبر بوصف 2 يعني خسران 2 بالعدد 27. equal in number and similar in configuration ولا equal in number and different in configuration؟ هما equal في النمبر، لكن ال configuration بقى تعالى نوزعها كده. الكبر هيكون AR 18 ال CO positive 2 نكتبها معلش AR، وهنا ال 4S بقى فيه 0 وال 3 دي فيها كام؟ فيها 9. تمام. المجموع كام هنا؟ ده 18 و 9 مجموع 27. طب الكوبالت كاليمنت هيكون AR 18 وال 4S فيها 2 وال 3 دي فيها 7، المجموع 27. وهنا equal في النمبر، equal number equal number، هل زي بعض في الكونفيجريشن؟ بص ده 4s2 3d9، ده 4s2 3d7، يعني هنا مختلفين في الكونفيجريشن، هما ايكوال في النمبر 27 لكن مختلفين في طريقه الكونفيجريشن. طيب السؤال نمبر 40، the correct electronic configuration of cobalt in K2COCl4 is. طيب هنا هسيبها ازاي بقى؟ هنا ده كده كومباوند مجموع بزيرو، الكي 2 كام؟ الكي 2 الكي واحده بوزيتيف 1 يبقى مجموع بوزيتيف 2، والكوبالت باكس ماشي، وهنا السي ال كام؟ السي ال واحده بنيجاتيف 1، نيجاتيف 1 تايمز 4 بنيجاتيف 4، الكل ايكوال 0. يبقى هنا عندي 2 وبوزيتيف اكس، يبقى الاكس تطلع بوزيتيف كام؟ 2. الاكس بكام؟ بوزيتيف 2. الكوبالت اصلا 27، وهنا بوزيتيف 2 يبقى الاس هتطير منها 2 ويبقى انا في دي 7.